اعتقد وسط الملعب. يعني ساعات 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 بتبقى مفتقد، بس ما ساعات شاء الله متألق كظهير أيمن. يعني لما ثبتت في الحتة دي شوية فابتديت ان انا تركيزي كله يكون في الحتة دي بقى. كل المحللين والمتابعين بيقولوا ان اكرم مهم جدا في النواحي الدفاعيه في مركز الظهير الايمن، رائع ومميز جدا، بس محتاج كمان يطور اكتر في النواحي الهجوميه. شغال على النقطه ديت؟ طبعا يعني انا اهم حاجة، هو اهم حاجة للباك اللي هو الدفاع الاول. صح. لو انت بتدافع كويس ممكن تطلع في كورتين ثلاثة، ممكن ثلاث يعني كورة من الثلاث كور مثلا تعمل اسيست تجيب جون، خلاص انا كده زي الفل. بس اهم حاجه عندي الجون بتاعي، ما ينفعش حد يخترقني. بس هي دي الفكره، انما ان انا اطور من الهجوم بحاول، واظن ده واضح الماتش اللي فات اللي انا لعبته وجبت فيه جون وبتاعت ضربه الجزاء. وبرده مع موسيماني برده بخش جوه، لان طريقه اللعب بتاعته يعني بيخلي الباكين دايما طايرين. فلا يعني بنمي الحته دي عندي وبطورها، وان شاء الله يعني هيبقى اللي جاي كويس باذن الله. كنت مع مين في المعسكر المره دي في المنتخب؟ عملت مع مين فيديوهات ولايفات؟ لا ما عملتش، هو حمدي فتحي بس، انا وحمدي على طول بس قاعدين مع بعض، وعمرو السوليه مع بعض. يعني ما فيش فيديو كده هيطلع كده ولا كده؟ اتعود هو كان فيه بس ما لحقناش نصوره يعني. ليه بقى؟ هنصوره يعني، هعملها تاني ان شاء الله، بس هنصوره. ده انت كده انا ما بقيت صورتهوش الصراحه. اشهر واحد في مصر بيعمل فيديوهات دلوقتي، يعني لا ما والله هي تحرمناش. الفكره بس ان الواحد بيبقى قاعد بس كده في المعسكر يعني. بتسلوا بتهزر. بالظبط كده، بتسلوا بالظبط. بتهزر. وانت في المعسكر كده سمعنا شويه كلام عن عروض وحاجات من بره وفي اوروبا والكلام اللطيف ده، في حاجه حقيقيه، في حاجه رسميه، في حاجه بجد، ولا كله بيبقى كلام وخلاص؟ بص، هو انا مبدئيا مركز مع النادي الاهلي، هايل. مش في دماغي اي حاجه دلوقتي. انا دلوقتي لاعب في النادي الاهلي، ومش نادي قليل، طبعا تمام، طبعا وفي منتخب مصر طبعا. اكيد لو في حاجه واكيد كل الناس هتعرفها. انما انا دلوقتي مع النادي الاهلي، واللي فيه خير بقى ربنا سبحانه وتعالى يقدمه.